Wanna keep you drunk. Wanna keep you drunk, babe. Wanna keep you drunk. Wanna keep you deep, to keep you deep, to keep you deep, to keep you. Wanna keep you deep, to keep you deep. Bodies, baby, making bodies we just use for fun. Baby, making bodies we just use for fun. Baby, making bodies we just. Baby, making bodies we just. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناة عالم مريم أمين. نتمنى هذا الفيديو يلقاكم في أحسن الأحوال وبصحة جيدة إن شاء الله. اليوم نقدم لكم ساندويتش بالكبدة ديال الدجاج بمواد اقتصادية تيجي لذيد وبنين. يعني نبدأ بالمكونات. نص كيلو ديال الكبدة مقطعة، بصلة، الخس، الفرماج ديال الساندويتش، جوج معالق ديال القزبر ومعدنوس، نص حامضة معصرة، معلقة ديال الملحة، نص كاس ديال الزيت البلدية، زيتون مقطع، معلقة ديال الكمون، معلقة ديال التحميرة، معلقة ديال الابزار. يلا نبدأ بطريقة التحضير. غناخد مقلاة غنصب فيها الزيت البلدية، غنحط الكبدة. هاد الكبدة ديال الدجاج كتجي صحية ولذيذة. غنضيف الملحة، وجبة سريعة. طبعا نضيف البزار، تحميرة، كمون، نص عصير حامضة، قزبر ومعدنوس. غنخليها تقلى شويه ونضيف عليها البصله. هيا تقلات هي الكبده 5 دقائق. غنضيف عليها البصله، علاش خليت البصله هي الاخرى باش ما تجيش طايبه بزاف البصله. وغنزيد عليها 5 دقائق ونطفي عليها باش تبقى لينا الكبده فتيه. وهي الكبده ديالنا وجدات، طيبوها في 10 دقائق هكاك باش ما تجيش قاصحه. الا جات قاصحه كتجي خايبه المذاق. دابا نطفي عليها ونعمر الساندويتش ديالي. دابا انا حليت هاد الخبيزات ديالي ديال الساندويتش. نضيف شوية الخس، نضيف شوية الزيتون، هذا غدا خفيف تيجي اما ديروه لوليدات المدرسة يديوهم معاهم، ولا ديروهم اليوم في وجبة الغداء ولا العشاء. دابا نحطوهم في البانيني. ها هو الخبيزات ديالي تبريصة، غنقطع معاكم تشوفوا الشكل ديالهم النهائي كي كيفاش كيجي. نعرف كيفاش كيجي زوين ولذيذ ومفيد للأطفال. نتمنى ينال الإعجاب ديالكم. ها هو الشكل النهائي ديال الساندويتش ديالي، رافقته بسلطة مغربية. نتمنى ينال الإعجاب ديالكم. إلا عجبكم الفيديو شاركوا في القناة، ضغطوا على زر الإعجاب، فعلوا الجرس باش يوصلكم كل ما هو جديد. بسلام عليكم إلى فيديو جديد إن شاء الله.